أيها السادة المشاهدون، مشاهدي برنامج قضية للحوار، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج قضية للحوار. أعزائي المشاهدين، يقاس مستوى التقدم لأي دولة من دول العالم بمدى تقدمها في المجال العلمي وتخريج الكوادر المؤهلة، لأن العلم يعتبر سلم الرقي والتقدم. ما أخذت به أمة إلا نهضت وتطورت، وما تخلت عنه أمة إلا انحطت وذلت. وهناك دعوات تنطلق من بعض التربويين والمعلمين من أجل وضع حد لتدني المستوى التعليمي في تشاد، وعلاج ظاهرة الغش المتفشية في بعض المؤسسات التعليمية. وإن الدولة لا تتقدم إلا بتخريج أجيال تمتاز بالكفاءات العلمية والأدبية والفنية. أعزائي المشاهدين، مشاهدي برنامج قضية للحوار، نتناول اليوم في هذا البرنامج أو في هذه الحلقة بالخصوص تدني مستوى التعليم في تشاد، وخاصة في المراحل الجامعية. نتحدث مع ضيوف الكرام عن أسباب تدني مستوى التعليم في مؤسساتنا، وخاصة الجامعات والمعاهد العليا. هل الدولة ساهمت بشكل أو آخر في تدني مستوى التعليم؟ هل تدني مستوى التعليم يرجع إلى المعلم الذي لم يكن مؤهلاً هو الآخر؟ أم أن أسباب تدني مستوى التعليم ترجع لأسباب خارجية لا نعرفها، ولكن يعرفها ضيوفي في هذه الحلقة؟ بداية دعوني أن أرحب بضيوفي في هذه الحلقة، وهم دكتور حجار ملا حجار، أستاذ محاضر بكلية العلوم الاقتصادية والإدارية جامعة أنجمينا. أهلا وسهلا بك أستاذ. مرحبا بك الأستاذ علي وبمشاهديك وب كل المشاهدين الكرام. كما دعوني أن أرحب بضيفي الثاني في هذه الحلقة، وهو الدكتور اللمين الدودو عبد الله، أستاذ محاضر بكلية العلوم الشرعية والسياسية بجامعة أنجمينا. أهلا وسهلا بالدكتور. أهلا وسهلا بك علي، الحمد لله. كما دعوني أن أرحب بضيفي الأخير في هذه الحلقة، وهو الدكتور أحمد محمد زغلو، أستاذ محاضر بكلية العلوم السياسية أو العلوم الشرعية والسياسية جامعة أنجمينا، ورئيس قسم كلية العلوم السياسية التشريعية والسياسية القسم العربي. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا وسهلا بكم، أهلا وسهلا بالإخوة في البرنامج. بداية دكتور، لو بدأنا معك الحلقة، طبعا اليوم نتحدث عن انحطاط مستوى التعليم في المراحل الجامعية، وهذا ملاحظ في الآونة الأخيرة. نريد أن نعرف بداية، ما هو تقييمك العام لمستوى طلاب الجامعات في تشاد؟ الأخ علي، كما أسلفت القول بأن واقع التعليم العالي الآن في تشاد، أو على الأقل مستويات طلابنا في الجامعات، نحن ننظر إليه نظرة لا ترتقي إلى الإعجاب، لا ترتقي إلى الرضا. نحن مستوى طلابنا أقل من المطلوب بكثير، في ضعف في المستويات، وهذا يرجع لأسباب كثيرة ربما نناقشها نحن والإخوة الأفاضل حول هذه الحلقة. لكن إن سألتني عن وجهة نظري، أنا أرى أن المستوى ضعيف وأقل من ما نرجوه. المستوى ضعيف وأقل من ما نرجو. دكتور اللمين، هل أنت راضي بمستوى طلابنا الجامعين اليوم؟ قطعا لست راضي، لأن المستوى العلمي والثقافي لطلابنا في مرحلة التعليم الجامعي أقل مما يفترض أن تكون، وبالتالي لست راضي. لست راضيا بالمستوى الذي عليه طلابنا في هذه المرحلة. أنت بصفتك إنسان مدرس في جامعة عدن بركة، ثم انتقلت إلى جامعة أنجمينا، أكيد احتكيت بالطلاب التشاديين وخلال المراحل التي كنت معهم فيها، فما الملاحظ في طلابنا من الناحية الأكاديمية؟ هو هناك قاسم مشترك، أن طلاب الطلاب التشاديين الذين يدخلون التعليم الجامعي يدخلوا إلى المرحلة الجامعية وبمستويات منخفضة في شتى أنواع العلوم المعرفية التدريسية. إذا نظرت إلى علوم اللغة تجد هناك ضعفاً لا ترضاه النفس. إذا كان نظرت إلى عمليات المحاسبة، حتى المحاسبة البسيطة، تجد هناك ضعفاً. إذا نظرت إلى مستوى الثقافة العامة والمعلومات العامة والمعرفة العامة التي يمكن جداً للإنسان الطبيعي في أي بلد من بلدان العالم يتمتع بها كأبجديات للعلم والمعرفة،
عندنا متدنية جدا بصرف النظر عن العلوم التخصصية. في هذا البلد لم يكن بها اهتمام على مستوى الدراسة الأساسية، وبالتالي الطلاب العلم يكتسب في مرحلتي التعليم الأساسي والتعليم الثانوي. فإذا القواعد الإملاء وقواعد المحاسبات البسيطة تكتسب في مرحلة التعليم الأساسي، أكيد، وقواعد اللغة وقواعد الرياضيات والعمليات المعقدة تكتسب في المرحلة الثانوية، لا اهتمام لا بالتعليم الأساسي ولا بالمرحلة الثانوية، ولذلك الطالب يصل إلى المرحلة الجامعية خاول وفاض. يعني بمعنى هي العملية عملية تراكمية، بمعنى الطالب يأتي من المراحل الأساسية وهو خاوي، وبالتالي الجامعة لا تستطيع أن تؤهله ما دام أنه جاء من غير معلومات كافية. دكتور أحمد، بالنسبة لك أنت رئيس قسم، وأكيد الرئيس القسم يحتك بالطلاب أكثر من الناس التانيين، ووردتك أيضا كثير من الرسائل الطلبة، أقصد بها البحوث الطلابية، أكيد أنت بشكل أو بآخر احتكيت بالطلبة، كيف ترى الطالب التشادي في المرحلة الجامعية؟ هل لديه حافز للتعليم، حافز لتقوية كفاءاته العلمية، أم أن الهدف من الدراسة هو الحصول على الشهادة فقط؟ كتقييم عام، أن الطالب الجامعي حاليا في كل مؤسسات التعليم العالي في تشاد، أنا درس في أكثر من مؤسسة، سواء مؤسسات يعني تدرس باللغة الفرنسية أو مؤسسات تدرس باللغة العربية تخصصات مختلفة، نجد أن الطلاب في كل المؤسسات هدفهم الوحيد هو الشهادة. الهدف الوحيد، بمعنى أن الطالب لم يكن مؤهل أصلاً، أو يعني قدراته العقلية، قدراته النفسية، حتى اجتماعياً هو ما معد على أساس أنه هو يكون طالب جامعي. فيأتي الجامعة أو يأتي في المؤسسات التعليم العالي إما ضالاً للطريق، فنجد تخبطاً حتى في اختيار التخصصات. على سبيل المثال تجد أن الطالب هو صاحبه أو أخيه أو شيء من هذا القبيل اختارت له الاقتصاد فبقي مع الاقتصاديين أو شيء من هذا القبيل. إذن هذا الشيء خلى من الطالب أن المستوى يكون مستوى غير مرغوب، غير مستوى الطالب الجامعي. والشيء هذا يرجع حتى إلى كيفية قبول أو دخول الجامعة في تشاد، هذه مشكلة كبيرة جدا. الآن تجد في عدم توازن حتى في الاختيار في الأقسام، في قسم تجد عنده 1200 1400 1600 طالب، بينما في قسم آخر تلقى عنده 100 أو أقل. إذن يبقى أن المسألة هي غير مدروسة، أن الطالب التشادي حتى الآن ما قادر يحدد هدفه من التعليم، وهذه المشكلة. نعم، الهدف من التعليم حتى الآن غير محدد. نعم. وإنما الهدف الأساسي هو الحصول على الشهادة والولوج في الوظيفة، وهذا ليس هدفا. لكن هذا ليس هدفا، يعني أنك ما دام تعلمت أنت، يعني لما تأتي إلى 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 المؤسسات من أجل العلم وليس من أجل الشهادة، فكم من حامل للشهادة لم يوظف؟ كثير. كم من حامل للشهادة لم يدخل الوظيفة العامة؟ كم هناك إنسان لا شهادة ولا أي شيء لكن رزقه ميسور؟ صحيح. هذه مقسومة، هذه من المكتوبات. صحيح. فيبقى هي المسألة، يعني الرزق لا تربطه بالشهادة. يعني تعال من أجل العلم تأتيك الشهادة. أكيد. ويأتيك الرزق، تأتيك الوظيفة، وتأتيك تأتيك، لكن عندما يكون هدفك الوحيد هو الشهادة، وهذا ليس هدفا. لكن حسب احتكاكك بالطلبة، هل انت بترى فيهم كونه في رغبة في التعليم، في حافز في التعليم غير الشهادة؟ الكثير منهم الهم الوحيد هو الشهادة، وهذا يلاحظ عندما يكون هناك جدول للامتحان، تجد القاعة فيها مجموعة كبيرة جدا من الطلبة حضورا، والعكس هذا لم يكن في بداية المحاضرات. إذن يعني هذا يعطيك إشارة على أن الطالب هذا همه الوحيد هو كيف يجتاز مرحلة الامتحانات. لذا تجد يعني مسألة الغش هذه كوسيلة، هو يريد الشهادة، فيبتغي الوسيلة، أي وسيلة إن كانت تؤدي إلى الشهادة هو يأخذها. نعم. من غش من نعم. من أحيل. نعم. هذا السؤال إلى دكتور حجر. دكتور حجر، بالنسبة لحضور الطلبة في الجامعات، كثير من الطلبة يقولون الجامعات
حتى المدرجات غير مهيئة للتدريس، الجامعات ليست فيها أنشطة طلابية تحفز الطالب لكي يأتي ويحضر إلى الجامعات. ما مدى توافقك أو ما مدى رضاك بهذا القول أو هذا الرأي؟ أتفق معك فيه وأختلف معك فيه في آن واحد. نعم. طبعا دعنا نحن حينما ننظر إلى الجامعات التشادية أستاذ علي، يعني يجب أن ننظر عليها أنها ضمن هذه البيئة التشادية، يعني جامعاتنا التشادية هي موجودة داخل تشاد، إذن هي تتأثر سلبا وإيجابا بما يحدث في بيئتها، المدرجات، الإمكانيات. طيب نحن الآن إذا أردنا أن نتعامل مع الجامعات، مدخلات الجامعات هم الطلاب، هؤلاء الطلاب إذا أتوا أصلا بمستويات تعليمية عالية راقية متينة، قطعا هذا سينعكس على سلوكهم داخل الجامعة. لكن مثلا إذا أنهم أتوا فاقدين لهذا التكوين، من كما أسلف الدكتور قبل قليل، يعني مثلا إذا لم يكن الإعداد جيدا في المراحل التي سبقت الجامعة، فهذا يعني أنهم سيأتوا إلى الجامعة فاقدين، وفاقد الشيء لا يعطي. أما بالمقارنة مسألة البيئة وهذه الأشياء والمدرجات، نعم أنا أتفق أن المسألة ربما تكون صحيحة، أن بيئتنا الجامعية ليست بالشكل المطلوب، ليست بالكذا، وإن كان في الآونة الأخيرة الآن يعني في بعض البنايات الجديدة سواء كانت في تكرة على مستوى جامعة جنبين أو غيرها في يعني تحسين للبيئة بشكل أو بآخر، لكن نحن الآن مشكلتنا أننا يجب أن نهتم بالعنصر البشري بمدخلات هذه البيئة قبل أن نهتم بالمباني، قبل أن نهتم بالمدرجات. علينا أن نهتم بالكادر البشري الذي يعطي المادة العلمية والكادر البشري الذي يتلقى هذه المادة العلمية. فأنا أعتقد إذا التفكير أخذ هذا الاتجاه ربما يعطي نتائج أفضل. نعم دكتور الأمين، بالنسبة للأنشطة الجامعية سواء الجرائد الحائطية، السيمينارات، الدورات التدريبية، إقامة الندوة الثقافية، دي موجودة في غالبية جامعات العالم، وهي أيضا تلعب دور كبير في رفع مستوى الطالب، تحفيز الطالب إلى الحصيلة العلمية. هذا الكلام شبه معدوم في جامعاتنا، هل هذا يعود على أن الجامعات، المسؤولين من الجامعات، لم يحثوا الطلبة للقيام بذلك، أم أن هذا ليس من ثقافة بيئتنا؟ نعم أحسنت دكتور علي، مجموعة الأنشطة التي يتلقاها الطلاب في المرحلة الجامعية في جامعات العالم التي درسنا بها ونعرفها، تلك المناشط في جامعاتنا غير موجودة. لماذا غير موجودة؟ أنا أعتقد بأن الثقافة العامة في البيئة التشادية هي بيئة فاقدة للثقافة بالمعنى المطلق، اللهم إلا إذا كان استثنينا النسبة الضئيلة. لماذا؟ هناك أسباب. من سنة 77 من القرن الماضي وحتى الآن تشاد مرت بحروب أهلية كثيرة جدا ومتعددة. البلدان التي تنتشر فيها أزيز الرصاص وصراعات الأهلية هي تعرف الصراع وتعرف الدمار وتعرف القتل وتعرف التشريد وتعرف التخريب وتعرف كل شيء، ولكنها لا تعرف الثقافة، لأن الثقافة تتنافى مع تلك المظاهر العنفية. الناس الآن، الطلاب الذين هم حاليا في الجامعات في هذه المرحلة، إما عايشوا وهم صغار تلك الحقب، أو آباؤهم عاشوها كفاعلين فيها، وبالتالي يتثقفون بثقافة آبائهم، انتقلوا إلى الجامعة بثقافة العنف وثقافة لا اهتمام بالثقافة. هذا إذا كان افترضنا جدلا بأن عدم الاهتمام بالثقافة في حد ذاته ثقافة، ثقافة بيئية طبعا سالبة. جامعات حول العالم تقيم مناشط أثناء العام الدراسي، هذه المناشط تتخللها ندوات، تتخللها أركان النقاش، تتخللها المحاضرات العامة، تتخللها الجرائد الحائطية كما تفضل دكتور علي. هذه المناشط في مجملها تعطي الفهم العام وتحسنه وتهذبه لدى الطالب المتلقي، عندنا غير موجودة. طيب ما هو الموجود؟ الموجود دكتور حجار، أنا دائما وأبدا حتى في جلساتنا، هو رجل متفائل جدا ويرى القليل من الكوب، الجزء الملآن، لا يرى الفاضي، لا يرى الفارق، وهذا عنصر الإيجاب في تفاؤله بالحياة. نعم. أنا على العكس، ينصر دائما إلى نظرة إيجابية. نعم نظرة إيجابية. نعم
الطلاب الدكتور أحمد زغلول قبل قليل تفضل قال أثناء المحاضرات لا يحضر معك إلا عدد قليل، ولكن أثناء الامتحانات تجد القاعات مكتظة بمن فيها. أثناء المحاضرات هي القاعات ضيقة حجما وغير مؤهلة بالمراوح، ودرجة الحرارة عندنا أنتم عارفين إحنا قريب من خط الاستواء، ما هي إلا مسافة قريبة 45 درجة، شيء طبيعي جدا في تشات في الصيف. كيف له من يتعاصر في قاعة صغيرة جدا وبدون مراوح، وأن الأستاذ يتكلم ويشرح وهو أيضا يعاني من هذه الحرارة، فجزء كبير جدا يبحث عن ظل صحيح اتقاء لهذه الشمس. نعم. أما في فترة مجيء الامتحانات فالكل يحضر، لأنه إن لم يحضر يكون فاته العام وفاته كل حصيلة العام. إذن نحن مستوى الثقافة بين طلابنا في المرحلة الجامعية، يعني أنت تتفق مع المقولة تقول أن المدرجات غير مهيئة للحضور 100%. نعم. وبالنسبة للأشياء التي تحدثت عنها بالنسبة للندوات والسيمينارات وما أشبه ذلك، نعم، ما مدى تساهمها أو ما مدى إسهامها في رفع كفاءات الطلبة؟ ممتاز. نعم. سؤال كثير بعتقد في محله ومهم للغاية. الجامعة ليست فقط مدرجات وصالات لتلقي المناهج المنصوصة وفقا لساعات معدودة وكفى. في الجامعات تكون هناك المحاضرات العامة، وتكون هناك الندوات الهادفة، وتكون هناك أركان النقاش، وهذه في مجملها تكون فيها الرأي والرأي المناقض. في مجموعها يكتسب الطالب من خلال هذه المناشط كيف يحاور، كيف يسمع الحوار، كيف يناقش، كيف يطرح قضيته، ما هي القضية الجديرة بالطرح على مستوى الوطن أو حتى على مستوى المؤسسة التي يدرس بها. جميع هذه المعطيات نحن الطالب من خلال المحاضرات ربما يتلقى مادة علمية، أما من خلال هذه المناشط يتلقى الطالب مادة ثقافية. والعلم بدون ثقافة أنا بتقديري الشخصي أرى به خلل. العلم بدون ثقافة، بدون ثقافة به خلل، فهو الثقافة تهذب الإنسان وتوسع صدره وتعلمه كيفية النقاش، كيف يطرح قضيته، كيف يستمع إلى الرأي الآخر ليرى الجواب المطلوب. وبالتالي هذا ما ينقصنا. إذا كان الإنسان يحمل شهادات العالم العلية في المؤهلات العلمية وأنه لا يستطيع أن يستمع إلى ما يطرحه الطارح فكرة، ولا يستطيع أن يتجاوب معه، وإذا سمع رأياً لا يتفق مع رأيه يشمر عن آذاره للعراك وللدواس، أهذا مثقف؟ لا، غير مثقف. لكننا نتفق على أنه من خلال الشهادات التي يحملها أنه إنسان متعلم. لكن دعني أن أحيل هذا السؤال إلى شخص مسؤول من الطلبة في الجامعة. دكتور، بصفتك مسؤول من طلبة قسم العلوم الشرعية والسياسية جامعة الجميع، هل حصل يوم من الأيام حثيت طلابك، حبست طلابك لكي يقيموا أنشطة ثقافية حتى تسهم في رفع مستواهم العلمي؟ هو حقيقة علي البرنامج التربوي ليس هو محاضرات، ليس هو قاعات، ليس هو نعم. هناك ما يسمى بالبرنامج المصاحب. البرنامج المصاحب هذا تدخل فيه كل ما قلتموه الآن من محاضرات، من جرائد، من أركان نقاش، من هذا نسميه البرنامج المصاحب. نحن في إطارنا في القسم يعني هناك في بعض الطلبة لهم القدرة على اختراق هذا الجو المزحوم به، نسميه لو أخذنا برأي حجار الشبه متفائل. إذن هؤلاء الطلبة تحركوا وكنا لهم سنداً في ذلك، كل معلمي القسم دعموا هؤلاء الطلبة فقاموا بنشاط وأسسوا جمعية. هذه الجمعية سموها بالجمعية الثقافية لطلاب قسم القانون بكلية العلوم الشرعية والسياسية بجامعة أنجمينا. وقد أفرز هذا النقاش أو هذا الحراك مجموعة من المحاضرات، فقدموا وعبركم ممكن لهم الشكر والتقدير، قدموا مجموعة من المحاضرات، حتى القانون الذي أجيز بالأمس قانون رقم 6 تحديث سن الزواج، نحن قد أقمنا فيه ندوة. نعم. ناقشنا مدى ملائمة هذا القانون مع
المجتمع، مع الوضعية حقت المجتمع التشادي، هل يناسب هذا القانون والمجتمع التشادي؟ أيضا كنقطة ناقشتوها وحدث، يعني ترى أن الطالب عندنا الآن نحن دوما نرفع من معنوياته ودوما نعطيه فرصة على أن تكون له همة في البرنامج الثقافي. نعم. الشيء الآخر أن البيئة الجامعية غير مهيئة حقيقة غير هي. نعم. فشوف لما داير تعمل أركان نقاش تحتاج إلى مكان واسع. أكيد. تحتاج إلى أماكن. تحتاج إلى يعني هذا أيضا غير موجود حاليا في. محتاج لقاءات مكيفة، محتاج لقاءة فيها كل إذن المعدات. البرنامج المصاحب في التعليم الجامعي، وهذه رسالة أوجهها للجهات العليا، أن البرنامج المصاحب في التعليم العالي مهمل تماما. مهمل تماما. مهمل تماما. ويجب على الجهات المسؤولة أن تأخذ لابد بعين الاعتبار. لأن التربية ليست محاضرات، ليست أستاذ يأتي ويحاضر ويخرج، ليس هذا يسبب ملل. نعم. هذا يسبب خمول. وأظن رسالة وصلت إلى سامعيها. نعم. دكتور، بالنسبة الكلام الذي تحدثنا عنه كله ينصب في إطار الضعف مستوى الطالب الجامعي في تشاد، ما مدى مساهمة الأساتذة والدكاترة والمحاضرين في انحطاط مستوى التعليم في تشاد؟ في بعض الناس يربطون على أن المستوى الموجود انحطاط الطلبة وضعف مستواهم يرجع إلى أن المدرس الذي يأتي المحاضرة هو فاقد الشيء، وفاقد الشيء لا يعطيه. أنا قبل أن أجيب عن هذا السؤال أريد أن أداخل في مسألة المرتبطة بالثقافة، سأتي إليك لهذا إن شاء الله لن أطيل فيها. الآن مثلا الحكمة التي تقول اعطني مسرحا أعطيك أمة، هذا الدليل على أن الثقافة في حياة الناس بمثابة الشريان لحياة الإنسان نجحت. يعني أنا صحيح أنا الآن محاضر بجامعة عين جمان، لكن أنا بدأت مسيرتي في جامعة الملك فيصل ولا زلت متعاونا معها وأتشرف بذلك. لاحظت أن النشاط الثقافي الموجود في جامعة الملك فيصل أعطى يعني حراكا شعر به الكثير من أعضاء المجتمع التشادي. نعم. ليس في حدود جامعة الملك فيصل، يعني جامعة الملك فيصل تقيم سنويا مسابقات للشعراء، تخرج منها شاعر الجامعة للقصة للرواية في فنون حتى لبعض الرسوم. إذن الثقافة هذه أعطت، يعني الآن أنا يعني سمعت أكثر من شاعر في الجامعة، أتمنى وأقول أنهم مؤهلون للمشاركة في شاعر المليون وكل التظاهرات الثقافية على مستوى العالم العربي والإسلامي. إذن أنا أقول بأن الثقافة هذا أمر مهم، لكن الآن دعونا نرجع للمربع الأول. هل الآن في حصة فنون في المدرسة، في حصة فنون رسم في المدرسة، في فن تشكيلي، في مساحة للأدب؟ هذا هو السؤال، لأن دائما التعليم الأساسي هو المصنع، هو الذي يعني يكون لنا هؤلاء الناس. إذن وربما إن شاء الله في نهاية الحلقة، لكن قبل أن تكمل حديثك في هذه النقطة. نعم. بالذات هذه النقطة تثير السؤال وفهواه، يعني إذا كنا أن النشاط الموجود في جامعة الملك فيصل أعطى صورة إيجابية وحفز الطلبة وأنشأ بعض الكوادر، فنريد أن نعرف ما هي الجهات التي يمكن أن تسهم في هذا المجال حتى تنشئ مثل هذه الأنشطة، الجهات في الجامعة المسؤولة من هذا الكلام. الجامعات نفسها الآن، أنا يعني الإنفاق أو الميزانيات المخصصة للتعليم الحكومي في تشاد ليست بالأمر اليسير، يعني في الآونة الأخيرة الإنفاق على التعليم أعتقد مناسب. فالمسألة في الترتيب، يعني مثلا هل تخصص إدارة التعليم العالي أو إدارة الجامعات يجب أن تخصص شيء من ميزانيتها للعمل الثقافي؟ لكن الآن نلاحظ أن العمل الثقافي الذي يقام يعني معظمه بجهود عادية، مساهمات الطلاب أو مساهمات من إدارات الجامعات، لكن ليس بشكل إيه؟ أنه يعني بند للصرف معروف. فهذا لو خصص ميزانية من ميزانية الجامعات أن هذا يخصص للإبداع، للثقافة، للفنون، أعتقد أنه سيعطي. يعني دكتورة تريد أن تقول يعني يتعين على الجامعات من الميزانية السنوية للجامعة أن تقطع نصيبا لأنشطة الطلبة؟ بالضبط، أتفق معك 200%. هذا ما نريده.
مسألة مشاركة أن الأستاذ والمحاضر قد يكون سبباً في تراجع الثقافة أو تقدمها، هذا شيء طبيعي، لكن هذا له أسبابه. ربما لا يكون الأستاذ سبباً، ربما يكون الشخص الذي أتى بهذا الأستاذ. ونحن إذا جئنا إلى الأسباب التي أدت إلى تدهور المستويات التعليمية والأكاديمية، ربما سأتكلم عن هذا، في أن التعليم قلنا للتوظيف فيه هل يتم بالشكل المطلوب، هل هناك معاينات، هل هناك من يرغب في هذا المجال ثم أتى إليه، أم ضاقت بهم السبل ووجدوا نفسهم في التعليم. إذن هذا أيضا يحتاج إلى مراجعة سنناقشها من خلال الأسباب. اتفقنا كونه يجب على رؤساء الجامعات أو يجب على الجامعات أن تقطع من ميزانيتها السنوية مقداراً للطلبة يقيم به الأنشطة حتى نستطيع أن نحسن هذا المستوى المنحط. بالنسبة لرؤساء الجامعات، هل أنت متوقع كون رؤساء الجامعات في تشاد يأتي يوم من الأيام أن يقطعوا ميزانية من ميزانيتهم العامة للجامعات أن تكون للطلبة أو بيد من يديرون أنشطة الطلبة؟ دكتور علي، أنا لست متفائل كثيراً في هذا المجال. نعم، ما دكتور خليك ما دكتور حجار. هذا الدكتور حجار رجل نحن عرفناه متفائلاً. الله. وربنا إن شاء الله يديم على ذلك. مسألة النهوض بالجانب الثقافي لدى الطالب في المرحلة الجامعية مرهون بالأنشطة المصاحبة كما تفضل الدكتور رحمة، هذا كلام صحيح. ولكن الأمر له شقان. أن الطالب الذي نحن نسعى من أجل تثقيفه، حبذا لو أنه جاء عبر مراحل التعليم الأساسي والتعليم الثانوي بأنه يحمل شيئاً من بذور الثقافة، وفي الجامعة يبحث عن مزيد، هذا غير موجود اللهم إلا إذا كان في قلة، والقلة ليست قاعدة لكي يقاس عليها. الجانب الآخر، ما يقوم به رؤساء الجامعات من اقتطاع ميزانية، وهي طبعاً معظمها تسير بميزانيات تسييرية كما نعلم، كون يقتطع من هذه الميزانية شيئاً ليخص الطلاب في جانب الثقافة والنشاطات المصاحبة، أنا أستبعد هذا الأمر. لماذا؟ الإدارة كما تعلمون جميعاً وكما نعلم لها قواعد أساسية تسير الإدارة، هي نعم هي عبارة عن تخطيط وتنظيم وقيادة ورقابة وما إلى آخره، العناصر الأساسية لكل إدارة. الإدارة عندنا في تشاد دكتور علي تسير بلا مراقبة، عنصر المراقبة اللي هي المتابعة. نحن لا نريد أن يراقب إنسان حتى يربط في حبل المشنقة، ليس هذا هو الهدف، ولكن المراقبة هي المتابعة وفقاً لأولويات العمل العام. ما إذا كان هذا الشيء صرف في مجاله، وهذا العمل أنجز في زمانه، وهذا الإنسان المخصص دون غيره، هذه المراقبة إذا توفرت كل شيء ربما يكون يسير على مسار حسن. لكن هذا مستبعد. لماذا؟ يعني قبل قليل تكلمتم عن الأساتذة ومستوى الأساتذة، ربما هو الذي أدى بانحطاط إلى مستوى الطلاب في الدرك الأدنى من المطلوب. نضرب مثالاً ولو في غير محله، نفترض أن ليس أستاذاً جامعياً، عالم، نفترض أن شخصاً عالماً وصاحب حماراً لا سمح الله، حتى لو صاحبه الأمد كله، هل هذا الحمار يستفيد من علم العالم؟ لا. أبداً. لا. نحن نريد أن يكون الطلاب الذين وصلوا للمرحلة الجامعية بصرف النظر عن ضعف الأستاذ أو قدرات الأستاذ أو انشغالاته أو متابعته، يفضل أن يكون مستوى الطالب وصل إلى المرحلة الجامعية بما يناسب المرحلة الجامعية من المستوى العلمي والثقافي. هذا الأمر نحن نلاحظ فيه انخفاض بشكل مخيف. ولماذا بشكل مخيف الانخفاض؟ نعم، لماذا مخيف؟ لأن المتابعة الإدارية عندنا منعدمة. المتابعة الإدارية منعدمة، بمعنى يعني كل إنسان يوضع في مكان عام للمصلحة العامة همه الوحيد كيف يدير منصبه لفترة زمنية، خشية من أن يتطرق إليه قرار التغيير العاجل دون أن يستفيد من الممتلكات العامة التي يديرها. أما كون يستفيد الآخرون على مستوى الوطن أم لا يستفيد، تلك مسألة مؤجلة في أولويات، وأولويات الإنسان الذي يقوم بمثل هذه الأعمال الإدارية في هذه المؤسسات. نحن نطالب
أولاً نوجه رسالة من هذا المنبر، منبر الفضائيات الشادية، وعبركم دكتور علي، أن يوجد في كل جامعة قسم النشاط الطلابي وقسم نعم نطالب بهذا، وأن لا يديره فقط الطلاب، تكون هناك إدارة رسمية من قبل الدولة مسؤول فيها إنسان مسؤول بدرجة وظيفية معينة، وهو واجبه يدير نشاطات وينشئ مكاتب جميل. من الطلاب نعم نشطين ويدور هذا الشيء. كلام جميل نعم. دكتور أحمد، في بعض المدرسين دخلوا هذه الطريقة أو دخلوا مهنة التدريس ليس رغبة منهم وإنما جاءت بهم الصدف، ما مدى مساهمة هؤلاء في ضعف مستوى طلابنا في الجامعات والمعاهد العليا اليوم؟ ده شيء حتمي يا علي، لأن الإنسان لما يأتي إلى شيء هو غير محدده أصلا أكيد لا يبدع ولا يعطي. نعم. لكن الشيء الأساسي في هذا، نحن في التربية عندنا ما يسمى بالتدريب المستمر. التدريب المستمر، حتى لو الشخص هذا ضل الطريق وأتى إلى التعليم ماذا نعمل؟ نقوم بتدريبه وهو يعمل، وهو يعمل بتدريبه وإعطائه الإمكانيات حتى يستطيع أن يرسل الرسالة، أن التعليم رسالة وهذا مرسل وهناك مستقبل. إذا لابد أن احنا أن نعطي هذا الشخص الذي ضل الطريق إلى التعليم أن نعطيه القدرات والإمكانيات حتى يؤدي الرسالة، فهذا الشيء هو أيضا المفقود عندنا في التربية. ليس المعلم هو وحده مسؤول من هذه الرسالة، بل المجتمع ككل، الدولة كلها هي مسؤولة من الرسالة، لأن الرسالة التي يعطيها المعلم هي محددة في السياسات العامة للدولة. نعم. لكن المدرس الذي نتحدث عنه أو المعلم أو المحاضر الذي نتحدث عنه دخل وظيفة التدريس أو وظيفة الـ هذه المهنة ليس رغبة منه، وإنما المجالات الأخرى مغلقة ولذلك وجد هذا المجال، فهو يعني تجد شيئا أحسن مما لا تجد شيء، ودخل هذا المجال وهو خاوي عن طرق التدريس أصلا. نعم. هذا ما قلته، نستقبل أهلا وسهلا به، لكننا ندربه وهو يعمل. نعم. لنكونه، نعطيه جرعات في طرق التدريس، كيفية التحضير، إلقاء الدرس، التعامل مع الطلاب، هذه أساسيات في التربية. نعم. أن كل معلم يأتي لكي يعطي أو يعلم الإنسان، وهذا شيء يا جماعة بالمناسبة أن الإنسان صعب التعامل معه لأنه متغير. نعم. غير ثابت. الآن عندك تلميذ في المرحلة الابتدائية تجده غدا في المرحلة الإعدادية وقد تغير تماما. نعم. وفي المرحلة الجامعية قد تغير تماما. نحن الآن نواجه مثلا الطالب في سنة أولى، لما يأتي سنة أولى تجد الطالب يعني فيه نوع من الارتباك في السلوك، مضطرب. نعم. ما بين أن يعني مرات خوفا، مرات شيء من هذا القبيل. لما يكون الطالب هذا في السنة الثانية يحس بأن ساعده قد قوية، فهنا يبدأ، أو هنا أحيانا يجنح، يرتكب بعض الأخطاء. إذن هذه الحالات أو هذه الأشياء تحتاج من الإدارة المسؤولة من المعلمين أن تقوم أو تنظم برنامج فيما يخص تكوين المعلم حتى في الجامعة. تكوين المعلم حتى في الجامعة. حتى في الجامعة. يعني يمكن تأهيله. يمكن تأهيله بما يسمى بالتدريب المستمر. جميل جدا. التدريب المستمر. دكتور حجار، بالنسبة لدكتور اللمين كان في بداية حديثي تحدث على أن مستوى التعليم أو انحطاط مستوى التعليم هو عملية تراكمية، بمعنى من الأساس إلى الجامعة. في بعض الدول الطلاب الذين حصلوا على شهادة الثانوية ويريدون أن يدخلوا الجامعة يجبرون على أنهم لازم يدخلوا سنة تمهيدية، سنة كامل تمهيدية لتقوية عضلاتهم أو تقوية ذاكرتهم، ثم يؤهلوا للدخول إلى الجامعة. هل هذا البرنامج أو هذا العمل لو أجري في جاد ممكن أن يسهم في عملية رفع مستوى التعليم؟ نعم، هو يمكن أن يسهم، لكن أنا أقول بأننا في جاد ليس هناك ضرورة.
لمثل ذلك. يعني سنة تمهيدية ليس، أنا أعتقد أننا في تشاد لسنا محتاجين لذلك. نعم. هذا ملائم للطلاب الذين يسافرون إلى بلدان أخرى، مثلا طالب ذهب إلى تركيا محتاج سنة من أجل كذا، لكن نحن في تشاد هذا الجهد لو انصب على الاهتمام بالتعليم الأساسي والإعدادي والثانوي بيعطي نتائج أفضل. نعم. نحن حينما نحصل على طالب متخرج من الشهادة الثانوية مستواه جيد، هذا أفضل لنا من أننا بالسنة التمهيدية، هذه تكاليف وإضافة. إذا نحن نهتم بإيه؟ بالتعليم الأساسي من البداية، ثم الإعدادي، ثم الثانوي. هذا سيعطي نتائج أفضل وأحسن من أن الشخص يتبنى فكرة سنة تمهيدية. السنة التمهيدية إذا كان الأساس ضعيفا لن تعطي نتيجة. لذلك الفكرة هنا أننا الآن مشكلتنا تكمن في التعليم الأساسي. أنا الآن أجلس كثيرا جدا مع الإخوة في التعليم الأساسي، يعني في مشكلات كبيرة جدا في هذا القطاع، مشكلات يعني تحتاج إلى حلقات، إلى موسم إعلامي كامل. دكتور علي، فلذلك الآن يجب الاهتمام بهذا الأمر. يجب أن يكون يعني الآن انظر حتى في مسألة الحوافز، الآن عندنا شيء خطير جدا اللي هي مسألة الآن التعليم العالي عنده حافز اللي هو البريم دي ريسيرش. بالنسبة للمدرسين. نعم نعم. التعليم العالي وضعوا له مثلا كل شخص حاصل على الديا دبلوم الدراسات المعمقة وما فوق له الحق، فتجد شخص عنده يعني ماجستير أو دكتوراه في طرق تدريس الطلاب في المراحل الأساسية، وهو متلهب قوي يلحق بالجامعة لكي من أجل الحافز. أكيد. فلو كان الأمر يعني الآن حتى إدارة الموارد البشرية عندنا تحتاج إلى إعادة صياغة، يعني لو كان الحافز للشهادة للدرجة العلمية لكان أفضل، لأن هذا سيفيد. نعم. يعني الآن الشخص متخصص في التدريس في المدارس الأساسية عمل ماجستير دكتوراه سيجد نفسه انتقل إلى التعليم العالي. يعني الذي أريد أن أفهم منك، هل أنت معترض على هذا البريم؟ هل أنت معترض على هذا الحافز؟ أنا لست معترضا على البريم، لكن أن الشخص الموجود في وزارات أخرى في التعليم لا يجد هذا الحافز إذا زادت شهادته. يعني هو يعمل دكتوراه يعمل ماجستير بيكون موجود في نفسه في نفس مكانه. إذن ما في تحفيز، إذن يكون التحفيز للدرجة العلمية وليس للوزارة. أنا هذا قصدي. يعني بمعنى كون مدرسي وزارة التعليم العالي. نعم. يعطون هذا الحافز. نعم. الحاصلين على درجات عليا كل الوزارات التي لديها الدكاترة يحصلون على هذا الحافز. بالضبط. أنا أدعو لذلك، لأن هذا سيجعلهم في أماكنهم وسيعطون في أماكنهم وستكون النتائج أفضل. لكن الآن النظر يكون متجه إلى التعليم العالي. يعني الآن إذا أجرينا إحصائية أن عدد الذين يأتون إلى التعليم العالي من الثانوي ومن وزارة التعليم الثانوي أكبر من الذين يعينون من وزارة التعليم العالي نفسها. نعم. لماذا؟ لأن الشخص بيكون أستاذ عادي بيمشي بيحضر، وهذا التحضير هذا ما عنده علاقة بالتعليم الثانوي أو العالي. كل شخص عاقل طموح بيسعى لأنه يطور نفسه وإمكانياته. نعم. فبالتالي بيجد نفسه أنه سيذهب إلى التعليم. دكتور أنا العالي. هذا الكلام ذكرني بموضوع ثاني، وهو موضوع يتعلق بمستوى التعليم في تشاد. اليوم جامعة الملك فيصل جامعة حديثة دخلت في نظام الـLMD. جامعة جمينة موجودة أصلا في نظام الـLMD، وفي جامعات أخرى دخلت نظام الـLMD، ونظام الـLMD اليوم أصبح من الأنظمة التي تشكل إشكالية كبيرة جدا في انحطاط مستوى التعليم على حسب رأي بعض الناس. لأن نظام الـLMD قسم المواد إلى مواد أساسية ومواد ليست بأساسية، وبالتالي الطالب ينجح بالرصيد، بمعنى في بعض المواد حتى ولو جبت فيها الصفر ما دامت أنك غطيت في مواد أخرى ستنجح. وكثير من الطلبة يرسبون في بعض المواد على أساس كونهم يركزون في بعض المواد الأخرى. هل أنت موافق في نظام هذا الـLMD؟ مرتاح من نظام الـLMD بصفتك كمدرس في الجامعة؟ دكتور علي، أنا لست من أنصار نظام الـLMD. نعم. لماذا؟ شخصيا أرى بأن هذا النظام لا يتناسب مع طموحنا وتطلعاتنا للألفية الثالثة التي نحن بدأنا أوائلها. كيف؟ حقبة الاستعمار الفرنسي لتشاد كان بدأ بدايات تعليمية مع بعض التشاديين الذين دخلوا مدارس الاستعمار. نعم. وكان يدربهم فقط على أبجديات إملائية بسيطة وكتابة التاريخ وكتابة العنوان
وخاصة الرسالة من أين ترفع وما هو موضوعها فقط ويكتفوا. بعد هذه المرحلة أنشأ ما يسمى بمعهد الإنام، أي معهد النوم، أنا أسميه معهد النوم، يعني معهد الحقيقة معهد متوسط بعد الشهادة الإعدادية، معهد إداري بل إداري وقضائي أيضا، معهد متوسط ينتج إداريين وقضاة يقودون البلد إداريا وقضائيا. إنام والآن إنام. الله يخليك، أحسن. هذا النظام الإلم دي يتناغم ويتناسق ويتماشى مع تلك الحقبة الخلفية التي تركها الاستعمار، أيام كان المجتمع كله أمي بالنسبة لعلوم الاستعمار. نعم. وحتى نظام الإلم دي هو حرق للمراحل من الناحية الزمنية، على أساس أن الإنسان في أقرب فترة زمنية ممكن أن يكون مؤهل ومكون على أرقى المستويات العلمية، وهذا خطأ. العلم وفقاً لأنظمة تعليم العالم المعتمدة في اليونسكو هناك في مراحل معينة، والمراحل هذه سواء كان بوحدات دراسية أو بمؤهلات علمية أو حتى بوحدات زمنية ثابتة معترف بها، كيف لنا بأن نتجاوزها أو نخلفها أو نحرقها أو نختزلها؟ الآن الماجستير عندنا وفقا لنظام الـ LMD 5 سنوات دراسية بعد المرحلة الثانوية، وهذا يسمى دبلوم المعهد، الدبلوم الدراسات العليا في الأنظمة العربية المعمول بها، ده باك بليستينج اللي حاليا يسموه باك بليستينج، هو دبلوم تمهيدي للدراسات المعمقة. نعم. في جميع الدول الإسلامية والعربية اللي حولنا. نعم. عندنا هنا هذا الدبلوم يسمى ماجستير. نعم. مستر. معنى هذا من يحمل هذا الدبلوم يخيل إليه لا بل جزماً أنه عند ماستر ويبحث عن دكتورة وبعد ذاك الدكتورة بسنتين. هذا فيه خلط للمفاهيم، فيه حرق للمراحل بشكل سلبي وليس إيجاباً، وفيه إضعاف للمستوى التعليمي، لذلك يعني أنا لا أؤيده بالمطلق. يعني أنت ترى عليه. يعني أنت ترى كون هذا النظام يسرع لرفع الشخصية، لرفع الشخصي من الناحية الإدارية والأكاديمية وليست من الناحية العلمية. من ناحية المستندات نحن نكون ناس، من الناحية العلمية والفكرية والثقافية نحن بعيدين عن هذا التكوين الكامل. هذا في نفس الوقت من سلبياته الأخرى الطلاب في مواد أساسية وفي مواد مكملة. ممكن. المواد الأساسية إذا نجح الطالب فيها، المواد المكملة هذه حتى إذا حصل على صفر طالما المادة الأساسية تغطي لا بأس عليه، وبالتالي العام الدراسي كله يقرأ 5 مواد فقط من حوالي 15 مادة، لأن هذه أساسية تنجحه إلى السنة المقبلة، والمواد المكملة هذه يعني لا يهتم بها. يعني أنت لست راضياً بهذا، كافر به الكفر مطلق وصريح. بالنسبة لك دعني أن أحيل هذا السؤال إلى أهله. دكتور، بصفتك رئيس قسم وأيضا متبني هذه الفكرة ومعجب بها بفكرة الـ LMD، وكثير من الناس ينتقدون سيستم أو هذا النظام، نظام LMD، جاءت منحة من المغرب بالنسبة للناس الذين يريدون أن يلتحقوا بالقضاء، وقالوا يشترط على الشخص الذي يقدم ملفة أن يكون أكمل 4 سنوات أو خريج 4 سنوات متريس، وبالتالي الناس الذين خرجتموهم بنظام LMD ولديهم 3 سنوات لم يقبلوا في هذه المنحة. ما رأيك في هذا النظام؟ في قاعدة دكتور علي في العلاقات الدولية أن الدولة لا تعيش لوحدها، صحيح، لابد أن تعيش ضمن تكتلات، وهذه القاعدة معممة في كل مجالات الحياة السياسية منها والثقافية. فنحن في إفريقيا المركزية عندنا تكتل، هذا التكتل يسمح لنا في إطاره أن ندور، ويعني الدولة تتم أو تقوم على العمل المنوط لها. فالـ LMD ما هو إلا عبارة عن نظام ثقافي أو نظام تربوي تعليمي حل محل نظام كان نوعا ما عقيما. فعلى سبيل المثال الـ LMD كما ذكرتم لا يعني لا يسمح للطالب أصلا بالنجاح في حال أن الطالب هذا ما تحصل على 12 رصيد. نعم. هذا واحد.
الشيء الثاني أن نظام الـLMD لا يسمح للطالب بالرسوب مرتين في نفس الفصل. في الـL أو في نظام الليسانس الطالب لا يحق له أن يعود الـL بعد 4 سنوات. يعني الليسانس 3 سنوات. 3 سنوات يسمح له بسنة رسوب إضافية. سنة رسوب إضافية بعدها لا. الشيء الآخر أن نظام الـLMD مقسم إلى فصول دراسية، فنسميه في الـL السداسي، معناته 6 فصل دراسي. الفصل الواحد مقسم إلى وحدات دراسية، هذه الوحدات مفصولة تماما عن بعضها. نظرية أن الطالب يقضي ولا يقضي في إطار الوحدة فقط، في إطار الوحدة، في إطار الوحدة الدراسية فقط. نعم. فمثلا نحن عندنا في القسم في سنة أولى الوحدة رقم 1 مكونة من مدخل للقانون، قانون دستوري، وعندك قانون الأشخاص. في إطار هذه الوحدة في 3 مواد الطالب يحق له أن يقضي، عداها لا. لو انتقل للوحدة الثانية لا. لا. حتى ولو حتى لو جاب فيها 18 18 18 18، لا يستطيع أن يقضي أبدا. وفي هذه الحالة هو يعود السنة، وما نسميه بنظام الديت أو الدين في الـLMD، نسميه نظام الدين. الطالب هذا في حال وتحصل على رصيد 45 يحق له أن ينتقل إلى السنة التي تلي مع أخذ دين. يعني هو نظامك دكتور أحمد، هو ده النظام محتاج إلى درس كامل، وهذا النظام أيضا حتى كثير من المشاهدين أظن يدخل فيهم بعض الشكوك في هذا النظام. أنا لنأتي لقضية ما ذكرتها بخصوص يعني المعهد القضائي، أن الطالب يعني هذه الإشكالية أنا أرى أن إدارة المعهد لابد أن تراجع نوعا ما في مسألة شروط القبول عندها، لأن العبرة ليس بالسنوات. نعم. العبرة بالشهادة. لأن الطالب الذي يأخذ شهادة الليسانس في 3 سنوات لو جئنا وحسبنا وعدنا الساعات التي يدرسها لا يقل عن الطالب الذي درس 4 سنوات. لكن دكتور قط. على علم كل الجامعات في العالم لا تعد المواد، إنما تحسب السنوات التي درسها الشخص وفي كشف الدرجات. كم سنة درس في كشف الدرجات؟ الطالب هذا يدرس مواد أكيد، ليس كذلك؟ المواد هذه محددة له بالساعات. أنا طالب سين يدرس كم ساعة في المادة سين؟ لنفترض مثلا في النظام القديم عندنا قانون دستوري يدرس في 50 ساعة، الآن عندنا قانون دستوري يدرس في أكثر من 50 ساعة. يعني عندك 36 ساعة نظرية زائد 15 ساعة. فلما تعد هذه تجد أن الطالب هذا يدرس 51 ساعة في القانون يعني الدستوري. يعني بالنسبة إذن هذا 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 يعني أننا جميل لم نأتي بجديد. جميل دكتور، لم نأتي بجديد دكتور كلامك، سوى أننا نظمنا المسألة وهذبناها وحددنا أو قطعنا فرصة أن الطالب هذا لا يمكنه العبور إلى السنة التي تليها. في حال يعني بصفتك كرئيس قسم الآن موافق هذا النظام موافقة كاملة، كون نظام الـLMD نظام كويس وملائم وهو حل لمشكلة. نحن في جاد كنا نعيش مشاكل في جامعة جمينة، من ضمن هذه المشاكل ما يسمى بمشكلة البورس. نعم. عندنا مشكلة البورس، هذه مشكلة أساسية تعيق الجامعة وما زالت. كيف الطالب تجده 4 سنوات هو في سنة الثانية، 4 سنوات هو في سنة الثالثة، في 4 سنوات يطالب بمنحة دراسية. نعم. معقولة يعني تدي يعني كل أن تقول أنه يرسب أم جدا جميل جدا وهكذا ما يحدث يعني. جميل، دعني أن أحيل هذا السؤال آخر إلى دكتور حجر. دكتور حجر الآن يشير إليه المخرج بأن الوقت أوشك إلى الانتهاء. ذكرنا كل المعوقات وكل الإشكاليات وكل ما هو في الساحة أسهم في أسباب تدني مستوى التعليم في جاد. نريد أن نعدد ما هي أسباب تدني مستوى التعليم في جاد حتى يستطيع المشاهد أن يخرج أو أن يخرج بشيء مما قلناه. أولاً أسباب سياسية اللي هي تكمن في أن اهتمام الدولة بالتعليم يجب أن يكون بشكل يتماشى مع متطلبات العصر الذي نعيشه ومع ما تطمح وتأمل به تشاد من مكانة طبيعية تعيشها بين الدول. إذن الأسباب السياسية مرتبطة يعني اهتمام الدولة بالتعليم. ده الحل؟ لا، هذه مشكلة، أن الاهتمام ليس بالشكل المطلوب. تريد أن تقول من المشاكل أو أسباب تدني مستوى التعليم في جاد أن الدولة
لم تهتم اهتمام كبير بمسألة التعليم. بمسألة التعليم. ده سبب واحد. ده سبب واحد. السبب الثاني اللي هي مسألة فنية في أن داخل وزارة التعليم العالي وكل وزارة التعليم العالي الآن فيها يعني تخبط كبير، وواحدة من المشكلات عدم الاستقرار نفسه السياسي، يعني الآن بقاء الوزارات والحكومات والتغيير المستمر هذا كله قد يعرقل في مسألة الخطط. أيضا مشاكل اجتماع، أسباب اجتماعية، نظرة المجتمع التشادي للتعليم، النظرة الدونية، يعني الشخص الذي يتعلم لا ينظر إليه النظرة التي تليق بمقامه، لا ينظر إليه النظرة التي تشجعه للمضي قدما والارتقاء بالتعليم. يعني الآن الشخص الذي لديه أبناء إذا واحد يذهب معه إلى السوق هذا أفضل له من الشخص الذي يذهب إلى المدرسة أو إلى الجامعة. أضف إلى أسباب أسرية كذلك، نظرة الأسر واهتمامهم بالطالب. يعني في أنت يعني دكتور علي كنت في مصر وشاهدت العديد من الدول العربية، الطالب الممتحن شهادة ثانوية هذا مثل العريس أكيد، والطالب مثل العروسة يعني في الاهتمام وكذا. فنحن نحتاج إلى هذه النظرة كذلك في أن نهتم بجيالنا التي تتعلم. ربما هذه يعني أجمل هذه الأسباب. دكتور هل لديك إضافة إلى أسباب كثير. قبل أن أحيلها لدكتور أحمد خليل؟ الدكتور علي والله كما تفضل دكتور حجار، وأنا أضيف بعض النقاط الأخرى. أولا تدني التعليم عندنا شيء موروث ومتراكم عبر سنوات من سنة 77 من الألفية الماضية حتى الآن. فالمجتمع مر بمراحل أبعدت التعليم عن الناس وأبعدت الناس عن التعليم، وبالتالي هذه نسأل الله عز وجل أن يتجاوزوها بشيء فيه نوع من التحسن. الناحية الأخرى غياب المنهج التعليم الوطني. منهج التعليم الوطني عندنا كاتشاد بكل مختلف المراحل التعليمية المنهج غايب، لكن الآن في مركز حتى الآن هذا كحلم. والحلم لا هو ولا ما يصبح حقيقة، أصبح واقع. المركز موجود ولهم موظفون والكتاب غايب. نحن نطالب من هذا المنبر أن الدولة الشادية عليها أن تهتم بالجانب التعليمي، لأنه لا يمكن أن تتطور أمة بدون علم أكيد، كما تفضلتم في بداية الكلام، وكما يحضرنا بيت شعر لشاعر عراقي: إذا ما الجهل خيم ببلاد رأيت أسودها مسخت قرودا. ربنا يسهل وإن شاء الله دولتنا تتطور وتعليمنا يتقدم. دكتور كلمة أخيرة. كلمة أخيرة، نحن نطلب من هنا أن الطالب الجامعي هذا يعد في المرحلة ما قبل الجامعة، فنتمنى من الإخوة في مرحلة ثانوية ومرحلة الأساس أن يشدوا المئزر بالنسبة للتكوين طالب شادي وطني يحمل رسالة وهم هذا الوطن. الجهات المسؤولة بالتعليم، الجهات المسؤولة بالتعليم، نبدأ من المفتشيات إلى المندوبيات إلى وزارة التربية الوطنية إلى التعليم العالي، أن المسألة فلتؤخذ بمحمل الجد. جميل جدا. أيها السادة المشاهدون، تابعتم معنا هذه الحلقة من برنامج قضية للحوار. ضيوف الكرام طافوا بنا حول أسباب تدني مستوى التعليم في تشاد، والآن رست سفينتنا إلى شواطئ الأمان، وذكروا هناك أسباب كثيرة جدا، أسباب سياسية، أسباب اجتماعية، أسباب اقتصادية، كلها تنصب في تدني مستوى التعليم في تشاد. نتمنى من الجهات المسؤولة أن تأخذ الكلام الذي قيل في هذه الحلقة بعين الاعتبار، وأن تشد المئذر في دعم التعليم في تشاد، سواء التعليم الآلي أو التعليم الابتدائي. هذه حلقة واحدة من الحلقات، وإن شاء الله ستكون لنا سلسلة من الحلقات نتحدث فيها عن التعليم في تشاد. ونحن بدون التعليم لا يمكن أن نتطور، بدون التعليم لا يمكن أن نتقدم. أشكركم على تقديم هذه الحلقة من برنامج قضية للحوار، وسنلتقي معكم بمشيئة الله في الحلقة المقبلة من برنامج قضية للحوار، ودمتم في رعاية الله.